بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا هو النداء الإلهي الذي خاطب الله به رسله ليخاطبوا به أممهم منذ أن انطلق الرسل برسالات الله ليشقوا الطريق للناس ليهتدوا بهدى الله وينطلقوا إلى مواقع رضاه وطاعته. ومن الطبيعي أن هذا النداء يؤكد على نقطة أساسية، وهذه النقطة هي أن الله سبحانه وتعالى يقول لكل الناس من خلال الرسل: إن الله مهد لكم الأرض وخلق لكم فيها من كل ما تستطيبونه مما تأكلون ومما تشربون، وأن الله لم يحرم عليكم طعاما ينفعكم، بل حرم عليكم من الطعام ما يضركم، فكل حلال طيب وكل حرام خبيث. وهكذا حدثنا الله عن رسالة رسول الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما أحله الله فهو الطيب للجسد وهو الطيب للروح، وكل ما حرمه الله فهو الخبيث في نتائجه السلبية للجسد وللروح. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وليكن. فأنتم في الحياة مخلوقات تحتاج إلى أن تأكل وأن تشرب، وقد أحل الله لكم كل طيبات الحياة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن اعملوا صالحا، اعرفوا كيف تعيشون في الدنيا، كيف تحولون الدنيا إلى جنة على الأرض، تطيعون الله فيها فيما أمركم به فتفعلونه، وتطيعون الله فيما نهاكم عنه فتتركونه، وتجعلون الحياة ساحة محبة وساحة رحمة وساحة خير، ولا تجعلوها ساحة بغض وعداوة وشر. وهذا هو العمل الصالح الذي يصلح للإنسان نفسه ويصلح للإنسان أرضه ويصلح للإنسان الإنسان الآخر ويصلح للإنسان الحياة كلها. واعملوا صالحا ولا تلفوا ولا تدوروا ولا تلعبوا
ولا تخادعوا أو تخدعوا، لأن من خلقكم وأمركم يعلم بكل عملكم، إني بما تعملون عليم، سواء كان ما تعملونه ظاهرا أو باطنا، سواء كان ما تعملونه خفيا أو معلنا، إني بما تعملون عليم، فراقبوا الله فيما تعملونه، لأن الله هو الذي يعلم ذلك كله، وهو الذي يحاسبكم على أساس ما يعلم. فلا تأخذوا حريتكم في خلواتكم، لأنكم تحسون بالأمن، لأنه لا يراكم أحد من حولكم. فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اتقوا معاصي الله في الخلوات، لما تكونوا لحالكم، فإن الشاهد هو الحاكم. وعندما يكون الحاكم هو الشاهد فكيف يمكن أن تعتذروا؟ هذه المسألة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يقال أن المراد بالأمة هنا النهج الواحد والطريقة الواحدة والملة الواحدة، فقد التقى الرسل كلهم على أن يسلم الإنسان أمره إلى الله، وقد كان الإسلام إبراهيميا، عندما قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بالمعنى العام للإسلام، وهو أن يسلم الإنسان كل حياته لربه، فلا يكون له شيء في مقابل ربه. يعني أنت أمام الله سبحانه وتعالى منذ كان الدين وحتى الآن لا تملك أن تقول لشيء أمرك الله به أو نهاك الله عنه، أنا حر. ما في بعض الناس يقول له: تعال صلي، صوم، لا تشرب خمر، لا تلعب قمار، لا تظلم الناس، لا تزني، لا أنا حر. لا، أمام الله ما في أنا حر، أمام الله بدك تركع، أمام الله بدك تسجد، تقدر ترفع راسك فقط أمام عباد الله. أيضا ممن لم يأمرك الله بطاعتهم، وممن لم يجعلهم الله حججا عليك، لأن الله جعلك إنسانا حرا، فلا يريد لك أن تستعبد نفسك لغيرك، سواء كان ذلك نتيجة شهوة أو طمع أو أي شيء آخر. لذلك الدين، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإسلام طاعة لله، الانقياد إلى الله، هذا هو معنى. ولذلك كان موسى مسلماً لأنه جاء للناس بالأمر بتقوى الله وبطاعته، وكان عيسى مسلماً لأنه أسلم لله وأراد للناس أن ينطلقوا إلى الله. عيسى عليه السلام قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني أسلمنا أمرنا لله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله، الله قال له وأمقول أن يقول هكذا: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أن يكون هو أول مسلم. فالأنبياء أسلموا أمرهم لله وأسلموا كل حياتهم لله في كل شيء، فكانوا أول المسلمين. ولذلك تعدد الديانات لا تعني أن الدين الذي يأتي يلغي الدين الآخر، بل إن الدين الذي يأتي يكمل الدين الآخر. كل نبي يأتي يبشر بمن بعده
ويصدق بالذي بين يديه من الكتاب. جاء عيسى عليه السلام يصدق ومصدقا، الله يحكي عنه، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا ولذا احنا قلنا لهم في المقابلة، قلنا لهم أنا مسيحي عيسوي لأنني أؤمن بعيسى الذي بشر برسول الله صلى الله عليه وآله. وعيسى الذي بشر برسول الله هو الذي دلنا على الإسلام وأراد لنا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فإذا الإسلام هو العنوان العام. وقد كان إبراهيم، كانت ملة إبراهيم ملة منفتحة على كل ما جاء بعدها. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، تسمية انطلقت من خلال إبراهيم عليه السلام. لذلك الخطة الأنبياء واحدة، وإنما يختلفون في التفاصيل. عيسى عليه السلام كان يقول جئت لأكمل الناموس، ما جئت لأنقض، ولكن جئت لأكمل الناموس. والنبي صلى الله عليه وآله يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل يتمم ما نقص من قبله. ولهذا قيمة الإسلام عن بقية الديانات المطروحة في الساحة أن الإسلام يؤمن بكل الرسل ويؤمن بكل الكتب، يؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن، ويؤمن بإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، لا نفرق بين أحد من رسله وهذا هو السبب الذي يعني بحسب الفتوى أن المسلم يجوز أن يتزوج كتابيا، لكن ما يجوز للمسلمة أن تتزوج كتابي. ليش؟ لأن المسلم لا يمكن أن يسيء إلى مقدسات النصرانية، ما يمكن يسيء إلى عيسى، ما يمكن يسيء إلى الإنجيل، كذلك إذا يهودية ما يمكن يسيء إلى موسى، ما يمكن يسيء إلى التوراة. لكنه مثلا الآن النصراني الذي ما يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله كنبي يمكن أنه يسيء لها إلى النبي، يمكن يسيء إلى القرآن، ما يعتبره كتاب إلهي. كذلك المسيحي الذي أفرض الآن اليهودي الذي ما يؤمن بالسيد المسيح وما يؤمن بالنبي محمد أيضا يمكن يتحدى السيد المسيح ويتحدى النبي محمد. فلذلك الزوج إذا كان مسلماً وكانت زوجته نصرانية أو يهودية، المسلم يستطيع أن ما يمكن أن يسيء إلى مقدساتها الأساسية. بينما المسلمة إذا كان زوجها غير مسلم من الطبيعي أن لا يؤمن به وبما تؤمن، ومن هنا أنه فمن الطبيعي أنه ما يحترم مقدساتها. هذا هو الفرق. يعني بعض الناس يقول إيش معنى ليش أن الواحد يجوز يتزوج مسيحية بالفتوى أو مثلا يهودية، ما يجوز للمسلمة أن تتزوج نصراني أو تتزوج، هذا الأساس. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، طريقكم طريق واحد، وأنا ربكم فاتقوه، راقبوني في كل شيء. كما قلنا هذا النداء هو موجه إلى الرسل بالشكل، ولكنه موجه إلى أممهم بالعمق، لأن الله يخاطب الأمم من خلال الرسل. فتقطعوا أمرهم، شو كانت النتيجة؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، أقسام، كل حزب بما لديهم فرح، كل واحد يقول أنا لا غيري. ليش؟ قل أنا وغيري، قل أنا وغيري لا نفرق بين أحد من رسله. أما لما من أساس الإسلام هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الآن بالنسبة إلى مريم عليه السلام قل وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لذلك فصار كل حزب، تحولت الأديان إلى ما يشبه الأحزاب، كل انعزل عن الآخر ولم ينفتح على الآخر
وتعصب ضد الآخر وانعزل عن الآخر، وبذلك أصبحت كل حزب بما لديهم فرحون، انقطع الحوار بينهم وانقطع التفاهم بينهم وانقطع كل تعاون وكل تلاق بينهم، وأصبح كل منهم ينظر إلى الآخر على أنه عدو. هذا هو واقع الديانات وحروب الديانات. ثم بعد ذلك تحولت المسألة أنه صارت في كل دين مذاهب متعددة، وأصبح كل صاحب مذهب يكفر صاحب المذهب الآخر. ما في الشيعة يكفروا السنة والسنة يكفروا الشيعة، والأرثوذكسي يكفروا الكاثوليك والكاثوليك، وهكذا. حتى الآن عندنا، مش بس عندنا احنا، بين في بعض الحالات واحد يقول له انه الشيعي ما بيصير يتزوج سنيه، والسني سني ما يصير يتزوج شيعيه، مثل ما كان عندهم ايضا. مو بس عندنا، هاي حال الارثوذكسي ما يصير يتزوج كاثوليكيه، والعكس صحيح، نفس الشيء موجوده كلها. ما في تفاهم، والاسلام طرح التفاهم. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن إلا الذين ظلموا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. شوف، لاحظ ما في تحزب، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وليش مختلفين؟ وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هل طرح الإسلام هذا؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وإذا كان الإسلام يطرح ذلك مع أهل الكتاب، فكيف لا نطرح ذلك مع أهل القرآن؟ الآن العقلية الموجودة بين السنة والشيعة، خصوصاً في بعض البلدان، عقلية أنه واحد يمكن الشيعي أو السني يطيق الكافر، ما بيطيق الآخر المسلم. ممكن، تعال يا جماعة، إحنا ربنا واحد ونبينا واحد. لا، ربنا غير ربكم. بعض الناس يقولوا إمام نبينا غير نبيكم، وقرآننا غير قرآنكم. يعني بدل ما نركز على نقاط اللقاء، أول شيء نقص على نقاط الخلاف. يعني بدل ما تقول أنا وأنت واحد بالأول وبعدين في خلافات، أول شيء تقول لا، أنت شيء وأنا شيء آخر. مش هيك، هذا مش منطق القرآن. منطق القرآن يركز على الكلمة السواء، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبين. هاي هي الروحية المنفتحة. فإذا كانت الروحية الإسلامية منفتحة على أهل الكتاب، فكيف لا تكون الروحية الإسلامية منفتحة على أهل الإسلام؟ كيف؟ صلي كلنا صلاة واحدة إلى قبلة واحدة، وهكذا نحج إلى بيت واحد، صوم شهر واحد. نعم. فذرهم كل حزب بما لديهم فرحون. والإسلام قل لك من حقك أنت تكون عندك التزاماتك الخاصة، لكن لا تنغلق على غيرك، عن غيرك. افتح، حاول، جادل، ادخل بحوار، لعلك تكتشف شيئا من الحقيقة لم تكتشفه من قبل، ولعل الآخر يكتشف أيضا هكذا. فذرهم في غمرتهم حتى حين. يعني ما دام ما انفتحوا عليك وما مش مستعدين أن يخاطبوك، ذرهم في غمرتهم. الغمرة هو الشيء اللي يغطي الشيء، يعني في غفلتهم إلى وقتهم. ثم الله سبحانه وتعالى يقول لهالناس الذين ينحرفون عن خط الله ويبتعدون عن دين الله، قل هؤلاء شو يفكروا؟ شو طريقتهم في التفكير؟ مين اللي عم يحكي؟ الله سبحانه وتعالى. أيحسبون، يعني بنائهم، أنما نمدهم به من مال وبنين، يعني هم بناؤهم، أن هذه النعم اللي ننعمها عليهم من مال ومن بنين نسارع لهم في الخيرات. يعني بناء أنه أنهم يعني الله سبحانه راضي عنهم، مثل ما يقول بعض الناس الله سبحانه وتعالى راضي عن فلان، شو أعطى مال وأعطى أولاد. لا، الله ابتلاك بمالك ليعرف هل تشكر أم تكفر، هل تنفقه فيما يرضي الله أو أنك تنفقه فيما لا يرضي الله.
الله ابتلاك بولدك ليعرف هل تعدهم ليكونوا عبادا صالحين أو تعدهم ليكونوا عبادا غير صالحين، ابتلاء هذا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، لا هذه إهانة ولا ذاك إكرام، هذا ابتلاء، اختبار، امتحان. في امتحان كتبي وفي امتحان عملي، دنيا دار اختبار وامتحان، الله يختبرك كيف تعمل لننظر كيف تعملون. الذي خلق الموت والحياة ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أعطاكم الفرصة حتى يشوف مين اللي يعمل عمل أحسن. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مين الذي يمشون؟ مين اللي هم يسارعون في الخيرات؟ من الذين يرضى الله عنهم؟ إن الذين من خشية ربهم مشفقون. هؤلاء الذين يشفقون على أنفسهم خوفا من ربهم، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يعيشون الإيمان في عقولهم وفي قلوبهم وفي كل حياتهم، فلا يكفرون بالله ولا يشركون به غيره، والذين هم بربهم لا يشركون، يوحدونه في العقيدة وفي الطاعة وفي العبادة، والذين يؤتون ما آتوا. هؤلاء عندما يعملوا الأعمال يخافوا الله، خاف ما يقبل من عندنا هالعمل، خاف ما بنكون مخلصين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. عم نعمل وراح نرجع لله وراح نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فكيف نواجه الموقف غدا؟ هل يكون، هل أن الله يقبل أعمالنا أو لا يقبل أعمالنا؟ أولئك يسارعون في الخيرات، هؤلاء السائرون على هذا الخط، خط خوف الله وخط الانفتاح على الله والإيمان بالله وتوحيد الله، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الخير كل الخير ليس فيما تملك من مال ولكن فيما تحصل عليه من عمل، لأن المال تتركه ويتركك، أما العمل والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عمل أملا. يبقى لك أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. الله ما يكلفك فوق طاقتك، الله أرحم الراحمين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن أنتم تعقدوا الأمور على أنفسكم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق، كتاب الأعمال، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، بل قلوبهم في غمرة من هذا، غافلين عن الآخرة وغافلين عن الحساب وغافلين عن المسؤولية، ولهم أعمال من دون ذلك خارج عن الخط وهم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، المترفين هم الأغنياء الذين يعتبرون الغنى قيمة ويكفرون بالله ويتكبرون على طاعته نتيجة ضخامة أموالهم، ولذلك يفسدون في الأرض لتنمو أموالهم من خلال الفساد في الأرض، ولذلك لا يطعمون المسكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين.
ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب جزاء أعمالهم إذا هم يجأرون يصرخون لا تجأروا لا تصرخوا اليوم إنكم منا لا تنصرون ما حدا ينصركم أمام الله أين عشائركم أين جنودكم أين أحزابكم أين أتباعكم ما في حدا قد كانت آياتي تتلى عليكم كان الأنبياء والأولياء والعلماء والوعاظ يتلون عليكم آياتي فكنتم على أعقابكم تنكصون تعرضون عنها وترجعون على أعقابكم لا تقبلون عليها مستكبرين به تأخذكم الكبرياء أمام طاعة الله سبحانه وتعالى سامرا تهجرون وأنتم في ليالي السمر تضحكوا تسخروا من آيات الله أفلم يدبروا القول ما تعمقوا في الكلمات اللي يسمعوها أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين يعني عندهم شيء خاص فيهم أم لم يعرفوا رسولهم وهو الصادق الأمين فهم له منكرون أم يقولون به جنة كان يقول عن النبي أنه مجنون كثير من الناس يقولوا عن كل الذي يعظهم ويذكرهم بالله أنه مجنون شو هالعقلية وبهي العقل يحكي بل جاءهم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون وهذه مشكلة الكثيرين من الناس أنهم يستلذون الباطل ويكرهون الحق لأن الحق مر وثقيل مطعمه لكن الحق عندما ننطلق في الواقع الحق فيه ما يصلح أمورنا حتى لو كان طعمه مراً ولو اتبع الحق أهواءهم كل واحد مثل ما بيشتهي وكل واحد مثل كما يهوى لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولكن الله أراد مصلحة الناس حتى لو لم يقبلوا بذلك بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون وهذا ما يجب علينا أن نجتنبه لننفتح على ذكر الله وعلى رسالة الله وعلى الحق من الله والحمد لله رب العالمين.